السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كرافتنج اويل. إن شاء الله النهاردة هقدم لكم طريقة عمل الشنطة القلب الكيوت دي، وبإذن الله تعجبكم وتنال رضاكم. ولو عجبتكم يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وعمل شير ولايك للفيديو، وأي سؤال أنا تحت أمركم اسألوا على القناة وأنا هجاوب في أسرع وقت. علشان أعمل شنطة النهاردة إن شاء الله هستخدم خيط كليم بالحجم ده وإبرة مقاس 6.5 مليمتر زي ما واضح قدامكم. هنبدأ على بركة الله. السطر الأول، أول حاجة هعمل غرزة البداية زي ما اتعودنا في شغلنا. بعد كده هشتغل 16 سلسلة. كده هكمل لحد ما اكمل 16 سلسلة بتوعي. كده انا خلصت 16 سلسلة. هتخطى اول سلسلة عملتها وهشتغل في تاني سلسلة، بس هشتغل في الجهة الخلفية من كل سلسلة، هشتغل في الجهة الخلفية زي ما عملت دلوقتي زي ما واضح قدامكم في الفتلة الخلفية بتاعت السلسلة. هشتغل غرز حشو لحد اخر السطر، في كل سلسلة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو في الجهة الخلفية فقط. دلوقتي انا بشتغل 6 غرز حشو، انا عملت واحدة ودي التانية، كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو برضو في الجهة الخلفية زي ما قلنا. كده 3 4 كده 5 6. انا كده عملت 6 غرز حشو بالشكل ده في الجهة الخلفية من الغرزة من السلسلة. بعد كده هتخطى تاني سلسلتين دول هسيبهم مش هشتغل فيهم، وهكمل في ال6 غرز اللي جايين او في 6 سلاسل اللي جايين هشتغل في كل سلسلة فيهم هشتغل برضو غرزة حشو في الجهة الخلفية من السلسلة زي ما عملنا قبل كده. كده 3 غرزة حشو. ودي 4. ودي 5 غرزة حشو. كده انا خلصت 6 غرز حشو. دلوقتي الشكل ابتدى يبان بتاع الكيرف بتاع القلب بتاعي. هيبقى غرزة واحدة في اخر السطر هشتغل فيها 3 غرز حشو في نفس السلسلة. كده 1 2 في نفس المكان، دي 3 غرزة حشو في نفس المكان بالشكل ده. كده انا خلصت السطر وهلف وهشتغل على الناحية الثانية. هكمل في الناحية المقابلة هشتغل 6 غرز حشو، كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو. كده 3 غرز حشو. ودي 4. خمسة. ستة. انا كده كملت 6 غرز حشو بالشكل ده في الجهة المقابلة، يعني اشتغلت في الناحيتين
بالشكل ده زي ما واضح. يا رب الشرح يكون واضح لكم. كده انا وصلت للاتنين، للفراغ ده اللي انا عاملاه، اللي انا سبته من اتنين سلسلة، سبتهم وتخطيتهم، هشتغل جواهم. جوه الفراغ ده هشتغل جواه غرزة حشو وسلسلة وغرزة حشو برضو في نفس المكان. ده الفراغ اللي هو من اتنين سلسلة اللي انا سبته فاضي وما اشتغلتش فيه السطر اللي فات او الناحية المقابلة، هو ده نفس السطر اصلا بس ده الناحية المقابلة. بعد كده هكمل في الست غرز اللي باقيين، كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو زي ما اشتغلت في الناحية اللي فاتت المقابلة. كده ثلاثة، أربعة، خمسة، ودي كده سادس غرزة حشو. كده شكل القلب ابتدى يبان اكتر وكل سطر هيظهر الكيرف بتاعه اكتر. بعد كده هشتغل في الفتلة الخلفية فقط. الغرز طبعا بتبقى حرف V زي ما احنا عارفين، هشتغل في الحلقة الخلفية فقط، هشتغل فيها ثلاثة غرزة حشو في نفس المكان في نفس الحلقة الخلفية من الغرزة، مش الخلفية اللي احنا عملناها في قبل كده، لا في الجزء بتاع حرف V في امامي وفي خلفي، مش الفتلة الثالثة، بيسموها الفتلة الثالثة بالانجليش ثيرد لوب في اللي انا عملتها قبل كده، لكن دي في الفتلة الخلفية فقط. اشتغلت ثلاثة غرز حشو. بعد كده هبتدي اقفل السطر بتاعي، كده خلصت السطر بالطريقة دي. هسيب الغرزة دي ومن اللي بعدها هبتدي اسحب الفتلة اللي كانت معايا من ورا بالشكل ده عشان اقفل السطر بتاعي ويبقى الشغل بتاعي نظيف. كده انا معايا الفتلة، هرجع اسحبها من نفس المكان اللي انا سبته ده، هسحب منه الفتلة تاني من الامام بالشكل ده، وكده انا قفلت الغرزة بتاعتي. وهبدأ السطر التاني ان انا ابدأه بغرزة بسلسلة مسابة ارتفاع، وبعد كده هبتدي اشتغل في الاربع غرز اللي جايين، هشتغل في كل غرزة منهم غرزة حشو. كده دي تالت غرزة حشو ودي رابع غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده زي ما عملت في السطر الاول هعمل في السطر التاني، هتخطى الاتنين غرزة دول، وفي الغرزة الثالثة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو، وهكمل في الخمس غرز دول، في كل غرزة تقابلني هشتغل فيهم غرز حشو، خمس غرز. طبعا الغرزتين اللي انا بسيبهم دول وبتخطاهم دول اللي بيشدوا القلب من النص عشان ياخد الكيرف بتاع القلب بتاعي. كده انا كملت الخمس غرز حشو بالشكل ده وشكل القلب ابتدى يظهر اكتر. بعد كده غرز الدوران دول اللي هما الثلاث غرز اللي انا عملتهم السطر اللي فات، ثلاث غرز حشو، هشتغل في كل غرزة فيهم اتنين حشو في نفس الغرزة. دي اول غرزة اشتغلت فيها اتنين حشو، دي تاني غرزة برضو اتنين حشو، ودي تالت غرزة برضو اتنين حشو. بالشكل ده انا كده عملت غرز الدوران. بعد كده هكمل في الجهة المقابلة، هكمل في السبع غرز اللي جايين، هشتغل في كل غرزة فيهم غرزة حشو.
كده انا خلصت 7 غرز حشو بالشكل ده، وصلت لمنتصف القلب اللي انا كنت اشتغلت السطر اللي فات فيه غرزة حشو وسلسلة وغرزة حشو بالشكل ده. وصلت للغرزة دي هشتغل برضو في الفتلة الخلفية بتاعت حرف في، هشتغل جواها زي ما عملت قبل كده سلسلة، سوري، حشو وسلسلة وحشو في نفس المكان في نفس الفتلة الخلفية دي. بعد كده هكمل في ال7 غرز اللي جايين، في كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو. كده انا خلصت 7 غرز حشو، ووصلت الغرز الدوران بتاع الجهة المقابلة زي ما عملت في الناحية اللي فاتت. هعمل برضو في ال3 غرز دي، في كل غرزة تقابلني هشتغل فيها 2 حشو، يبقوا 6 حشو في كل غرزة من ال3، هشتغل فيها 2 حشو. دي اول غرزة اشتغلت فيها 2 حشو، ودي تاني غرزة برضو 2 حشو. ودي ال3 غرزة الأخيرة برضو 2 حشو. بالشكل ده أنا كده خلصت السطر التاني سوري، وهقفله بنفس الوضع اللي أنا قفلت فيه السطر الأولاني. برضو هشيل الإبرة بتاعتي وتخطى الغرزة دي، واللي بعدها هدخل دخل إبرة من الخلف وأسحب الفتلة بتاعتي. يا رب الشرح يكون واضح لكم، لو في أي سؤال اسألوا على القناة وأنا هجاوبكم في أسرع وقت إن شاء الله. سحبت الفتلة بالشكل ده، هرجع أسحب الفتلة تاني من الأمام زي ما سحبتها من الخلف، أسحبها من الأمام من الغرزة دي اللي أنا كنت دخلت فيها، اسحب الفتلة بالوضع ده وابدأ سطر جديد بان انا ابدأ بعمايل سلسلة مثابة ارتفاع عشان ابدأ السطر الثالث. بعد كده هشتغل في ال3 غرز اللي جايين، هشتغل في كل غرزة تقابلني غرزة حشو، كده 3 حشو في ال3 غرز بالوضع ده. بعد كده جينا وصلنا لمنتصف القلب، برضو هسيب الغرزتين دول بدون شغل وهشتغل في الغرزة الثالثة دي، هشتغل فيها حشو، وهكمل في ال5 غرز دول، في كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو. دي تاني غرزة، 3 حشو، 4 حشو، وادي 5 غرزة برضو حشو. كده شكل القلب ابتدى يظهر اكتر. بعد كده هشتغل في غرز الدوران دول، هشتغل في اول غرزة تقابلني هشتغل 2 حشو في نفس المكان عشان الشغل ما يلمش مني، فهعمل تزايد. بعد كده في الغرزة اللي بعدها هشتغل 1 حشو، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل 2 حشو. اللي بعدها هعمل 1 حشو، واللي بعدها 2 حشو.
كده خلصت 2 حشو كده، انا خلصت غرز الدوران. بعد كده هكمل في ال8 غرز اللي باقيين دول، هشتغل في كل غرزة فيهم غرزة حشو، 1 حشو في ال8 غرز لحد ما اوصل لمنتصف القلب بتاعي من الاسفل. انا بصور كل خطوة وما بشتغلش ورا الكاميرا علشان بس الشرح يكون واضح وما يبقاش فيه اي لخبطة، فانا اسفة لو الفيديو طويل عليكم، بحب اقول كل التفاصيل علشان مفيش حد يقف في المنتصف وما يقدرش يكمل. كده انا وصلت المنتصف القلب من الاسفل، هعمل زي ما عملت السطرين اللي فاتوا، هشتغل في الفتلة الخلفية فقط، هشتغل 1 حشو وسلسلة 1 حشو في نفس المكان. بعد كده قابلتني الجهة المقابلة في باقي 8 غرز، هشتغل في كل غرزة فيهم غرزة حشو زي ما لسه عاملة الناحية التانية لحد آخر السطر، هكمله وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا خلصت ال8 غرز حشو. وبعد كده وصلنا للدوران الثاني، غرز الدوران هشتغل في اول غرزة تقابلني 2 حشو، واللي بعدها 1 حشو، واللي بعدها 2 حشو زي ما عملت الناحية التانية 2 حشو، واللي بعدها 1 حشو، واللي بعدها 2 حشو، واللي بعدها 1 حشو، وتبقى دي اخر غرزة في السطر. بعد كده هقفل بنفس الطريقة اللي قفلت فيها السطرين اللي فاتوا بنفس الوضع، بعد كده هبدأ السطر الرابع، هرتفع بسلسلة. بعد كده هشتغل في الغرزتين اللي جايين، في كل غرزة هشتغل فيها 1 حشو، وصلنا لمنتصف القلب، هتخطى الغرزتين زي ما تعودنا في السطور اللي فاتوا، هتخطى الغرزتين دول، وفي الغرزة الثالثة اللي بعدهم هشتغل في ال6 غرز اللي جايين غرز حشو، في كل غرزة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو في ال6 غرز. كده انا خلصت 6 غرز بتوعي بالشكل ده، ووصلنا لغرز الدوران، هنبتدي نشتغل في اول غرزة فيهم 2 حشو في نفس المكان في نفس الغرزة، وهشتغل في الغرزتين اللي بعدهم في كل واحدة 1 حشو، يعني الغرزة اللي جاية دي هشتغل فيها 1 حشو، واللي بعدها برضو 1 حشو، وأكرر تاني اللي بعدها 2 حشو، واللي بعدها 1 حشو، واللي بعدها 1 حشو.
كده اكون خلصت غرز الدوران بالشكل ده. اكمل بقى شغل القلب بتاعي، اشتغل في الغرزة اللي جاية واحد حشو، سوري اتنين حشو في نفس المكان، اتنين حشو. بعد كده هيقابلني التمن غرز اللي جايين دول، هشتغل في كل غرزة فيهم واحد حشو لحد ما اوصل لمنتصف القلب من الاسفل. كده انا وصلت خلصت 8 غرز بتوعي حشو، وصلت منتصف القلب من الاسفل. من الاسفل زي ما بعمل كل مرة، هشتغل في الحلقة الخلفية من الفتلة من الغرزة، هشتغل واحد حشو وسلسلة وواحد حشو في نفس المكان، الحلقة الخلفية من الغرزة بالشكل ده. كده منتصف القلب. بعد كده هيقابلني 8 غرز حشو دول، هشتغل في كل غرزة تقابلني هشتغل فيها واحد حشو في الناحية المقابلة من القلب لحد ما اوصل لغرز الدوران. بعد كده انا وصلت لغرز الدوران، هشتغل في اول غرزة تقابلني 2 حشو، والغرزة اللي بعدها 1 حشو زي ما عملت الناحية التانية، واللي بعدها 1 حشو، اللي بعدها 2 حشو، واللي بعدها 1 حشو، واللي بعدها 1 حشو. وبعد كده هشتغل في الغرزة دي، هشتغل في الغرز اللي بعدها دول باقي 3 غرز على السطر ما يخلص، هشتغل في كل غرزة تقابلني 1 حشو. بالشكل ده انا كده خلصت السطر، وهقفل بالطريقة المعتادة اللي اتعودنا عليها. كده انا خلصت القلب بتاعي بالشكل ده، السطر الرابع، وهبتدي اعمل سطر بس هيكون رأسي وهوريكم ازاي. بدخل ابرة بالشكل ده من منتصف الغرزة حرف V، بدخلها في الحلقة الخلفية فقط، وبسحب الفتلة اللي انا كنت شغالة فيها وسبتها معايا، واسحب الخيط من قلب من منتصف الفتلة بالشكل ده. يا رب طريقة الشرح تكون واضحة لكم وتكونوا فهمتوها. وابتدي ارتفع بسلسلة عشان ابدأ السطر الخامس اللي انا هعمله بشكل رأسي. هبتدي اشتغل في الحلقات الخلفية بتاعة كل غرزة تقابلني، هشتغل غرز حشو. انا بشتغل بشكل بطيء علشان بس الشرح يكون واضح والتصوير يكون واضح لكم.
بالشكل ده. دخلت الإبرة بتاعتي وهسحب الفتلة من منتصف الغرزة بالشكل ده وأعمل غرزة حشو، وهكمل بنفس المنوال ده لحد آخر السطر غرز حشو في الحلقة الخلفية. من كل غرزة أنا باجي من منتصف الغرزة من الخلف بالشكل ده وبأسحب الفتحة بتاعتي وأكمل غرز حشو. هكمل بالشكل ده لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني إن شاء الله، ومش هقطع التصوير. كده انا خلصت القلب بتاعي وخلصت السطر الخامس اللي هو بشكل افقي، وبقى ده شكل القلب بعد ما السطر خلص. بقى واقف بالشكل ده علشان اكمل القلب بتاعي. بعد كده برضو هقفل السطر بتاعي زي ما واضح دلوقتي قدامكم. دخلت برضو الإبرة، سحبت الفتلة اللي كانت معايا من قبل وبرضو سحبتها من الخلف، ورجعت سحبت الفتلة بالشكل ده وجيت من الأمام من المنتصف وخدت، أيوه خدت الفتلة معايا هي والخيط وسحبتهم كلهم مع بعض بالشكل ده وطلعت الفتلة واحدة. بعد كده هكمل السطر السادس، هرتفع بسلسلة وهرجع اشتغل في كل غرزة تقابلني. هشتغل غرزة حشو بس هشتغل في كامل الغرزة مش في الجهة الخلفية فقط، هشتغل في كامل الغرزة غرزة حشو وهكمل لحد آخر السطر، وبرضه مش هقطع تصوير وهرجع لكم تاني إن شاء الله. كده انا خلصت السطر السادس، عملت سطرين افقي اللي هو الخامس والسادس، وبقى شكل القلب بالشكل ده زي ما واضح قدامكم. بعد كده هرجع اقفل السطر بتاعي زي ما اتعودنا، بس هقطع الخيط وهوريكم القفلة بتاعت السطر ده هيبقى شكلها ازاي. كده انا سحبت
الفتلة بعد ما قطعت الخيط، وهبتدي اقفلها عشان يبقى شكلها شكل الغرز العادية بتاعت، وتبقى في تناسق مع السطر بنفس شكل حرف الفي ده، عايزة اعمله في الغرزة دي فهعمله بالشكل ده. دلوقتي هدخل الفتلة من الاسفل من الغرزة اللي قبلها، وابتدي اسحب الفتلة بتاعتي بالابرة بعد ما دخلت الابرة في منتصف الغرزة بالشكل ده، هسحب الفتلة بتاعتي من وسط الغرزة عشان تبقى نفس الشكل بتاع الغرز ده بالمنظر ده، وابتدي انظف الشغل بتاعي طبعا واثبت الفتلة علشان مفكش. انا دلوقتي عملت كمان قلب الجزء التاني بتاع الشنطة، ما هي طبعا بتبقى قلبين، فاخدت كمان قلب بنفس طريقة اللي انا عملتها في القلب الاولاني بنفس الشرح. هبتدي اقفل القلبين مع بعض بالشكل ده، هدخل ابرة في الحلقة الخلفية بتاع القلب اللي في الاسفل، وفي الحلقة الامامية بتاع القلب اللي في الاعلى. هبتدي اسحب الخيط بتاعي من الفتلتين دول الامامي والخلفي بتاعت كل قلب، وادخل في الحلقة الخلفية بتاعت القلب اللي تحت تاني، والحلقة الامامية بتاعت القلب اللي فوق، واسحب الفتلة تاني بالشكل ده بغرز منزلقة. طبعا هكمل السطر كله بغرز منزلقة بنفس الطريقة اللي انا شرحتها لحد ما اقفل القلبين كلهم مع بعض، وارجع لكم تاني ان شاء الله. وبرضه مش هقطع تصوير عشان الشرح يكون واضح لكل اللي ما خدش باله من غرزة او غرزتين ياخد باله من الباقي. كده انا خلصت طريقة قفل القلبين مع بعض، ربط القلبين مع بعض بغرز حشو زي ما هو واضح كده، وسبت مكان طبعا للفتحة بتاعت الشنطة بالشكل ده. طبعا سبت حوالي من المنتصف حوالي 6 غرز من هنا و6 غرز من الناحية التانية. ابتدي اسحب الخيط بتاعي وانضف الشغل طبعا، واربط الخيوط كويس علشان الشنطه ما تفكش مني. ده بعد ما نضفت الشغل بقى شكل الشنطه بالشكل ده. بعد كده هبتدي اجيب الاكسسوارات بتاعه الشنطه. الحلق ده طبعا بيتباع في محلات بيع مستلزمات الشنط والكروشيه والكلام ده والخيوط، اللي هو حلق سهل الفتح، واركبه في الجنبين بتوع الشنطة بالطريقة دي. بعد كده هبتدي اعمل القفل بتاع الشنطة، هعمل الجزء اللي هركب فيه قفل الشنطة. هبتدي اجيب الخيط بتاعي واشتغل 16 سلسلة تاني. كده انا خلصت 16 سلسلة بتوعي. بعد كده هرجع اشتغل برضو في الحلقة الخلفية، مش الفتلة الخلفية بتاعت حرف الفي، لا بلف السلسلة خالص وبشتغل في الحلقة اللي ورا دي، هشتغل فيها كلها غرز منزلقة
في كل غرزة هتقابلني، من الستاشر هشتغل غرز غرزة منزلقة لحد آخر السطر. كده انا خلصت السطر الاول، هبدأ السطر الثاني. هرتفع بسلسلة، ابتدي الف الشغل بتاعي واشتغل برضو، بس المرة دي هشتغل في الفتلة الخلفية بتاعت حرف الفي. هشتغل في الفتلة الخلفية، هشتغل فيها غرز منزلقة في كل غرزة هتقابلني لحد ما اخلص السطر. هخلص سطر وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده انا خلصت السطر الثاني، هبدأ السطر الثالث. هكرر نفس اللي عملته السطر الثاني السطر اللي فات بنفس الطريقة، غرز حشو الفتلة الخلفية بس من كل غرزة. وده شكل القطعة بتاعتي بعد ما خلصت الثلاث سطور، بقى شكلها بالمنظر ده. هبتدي اسيب خيط مسافة طويلة للخيط علشان هثبت فيها القفل في الشنطة، وهقطع الخيط بتاعي. بعد كده هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، هجيب الشنطة بتاعتي القطعة دي هثبت عليها القفل بتاع الشنطة عشان اثبتها في الشنطة بتاعتي. ده شكل القفل بتاعي. هثبت الجزء الأمامي، هثبته في القطع اللي انا عملتها. كده انا ثبته، وهثبت القطعة من الناحية اللي انا سبت فيها الخيط هثبتها في الشنطة بتاعتي. بالشكل ده هثبت طبعا القطعة في الشنطة زي ما هو واضح قدامكم دلوقتي، وهرجع لكم تاني ان شاء الله.
كده انا ثبت القطعة بتاعتي في الشنطة، وهثبت الجزء التاني بتاع القفل في الشنطة من الامام زي ما واضح قدامكم دلوقتي. انا اسفة جدا لاطالة الفيديو، بس انا بحب اقول كل حاجة بالتفصيل علشان مفيش اي جزء تتوهوا فيه. يا رب يكون بس الشرح واضح لكم ويكون ساعدكم. هثبت القفل بتاعي في الشنطة بالشكل ده وارجع لكم تاني. ده شكل الشنطة بعد ما ثبت القفل بتاعنا. بعد كده هبتدي اعمل الايد بتاعة الشنطة. هجيب الخيط بتاعي واقيس مقاس الطول متر متر طول، وهكرره 8 مرات. يعني المتر ده هعمله 8 فتلات او 8 خيوط بالشكل ده، وهاجي من الطرفين هخيطهم مع بعض، الطرفين بتوع الخيط خيطهم مع بعض بإبرة خياط عادية. كده انا خيطت الطرفين مع بعض بإبرة الخياطة، وهبتدي اجيب الطرف بتاع الخيط بالشكل ده، وهبرم الخيط بتاعي بالشكل ده. طبعا مش هقدر اوريكم طول المتر، مش هيبان في الكاميرا، فانا هعمل على جزء صغير بالشكل ده، وبتنفذه انتوا على الطول بتاع الشنطة، هيبقى الايد بالشكل ده. طبعا انتوا هتعملوها انتوا لان الطول كبير فمش هيساعدني. كده انا عملت الايد بتاعتي وخلصتها. طبعا هي الايد مفكوكة شوية، انتوا ممكن تزودوا اللفات بتاعتكم تبرموها جامد قوي علشان الايد تبقى متماسكة على كده. انا بس كنت مستعجلة. هثبت الايد بتاعتي في الحلقات بتاعت الشنطة بالشكل ده، وبكده انا اكون خلصت الشنطة بتاعتي. يا رب تنال رضاكم وتعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة، ده شيء بيسعدني جدا. ولو عندكم اي سؤال ما تردوش انكم تسألوا على القناة، وان شاء الله هرد عليكم في اسرع وقت ممكن. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.